تكمم الأفواه بعد أن سار الضرر المجهول بين الناس واستفحش سمه وسعى للإفناء. لم يشهد العالم مثل هذا الوضع ولم يألفه من قبل. لقد كانت جائحة غير مسبوقة. اكتشف الجزائريون كما العالم أن الأمر قد طرق بابهم وصار من حكم الواقع. هب الجميع وبلا استثناء بعدها، وكانت لحظات الإعلان عن الإجراءات الوقائية إيذانا ببداية المواجهة. خطابات رئاسية تطمينية ترتب على كتف المواطن وتشد من أزره، تتبعها في الغالب قرارات عملية ميدانية كإجلاء الرعايا الجزائريين من كل بقاع العالم، وحجر كلي لولاية البليدة، ثم حجر جزئي للعاصمة، وليمتد بعدها إلى ولايات أخرى، مع قرارات تقنية عديدة تسعى كلها إلى الحفاظ على نفوس وأرواح الجزائريين وحمايتهم. ولأن الفيروس لم تكن مهمته التخويف فقط، فقد بدأت أرواح بشرية بريئة تفقد حياتها. لقد كانت لحظات صعبة، لكنها ليست بالقدر الذي تفقد الجزائريين توازنهم. هذا الموكب الذي تشاهدونه أمامكم خط مواجهة أمامي آخر يتساوى مع العاملين في القطاع الصحي الذين يواجهون الكوفيد-19 بعلمهم، بضمائرهم وبوطنيتهم. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي مرحلة معلومة ومدروسة من خطة مواجهة الكوفيد-19، يخرج متصديا للآفة في زيارة عمل لعدد من المؤسسات الصحية. رئيس الجمهورية وفي لفتة تحسيس ووعي يلبس نظارات الواقية والكمامات الطبية ويضع يده على الجرح مباشرة. كل حال أنا عارف المجهودات اللي كنت قايمين بها، وعلى هذا الأساس ومن خلالكم أنتم ماذا بي نقدم كل تقدير والتحيات والإجلال للسلك الطبي والشبه الطبي بتاع الجزائر. هذا هو الجهاد بتاع صح. لما نقولوا مجاهدين ماهوش مجرد كلام، هذه حرب، وراكم تجاهدوا وتضحوا بأرواحكم وبأولادكم وبعائلاتكم، والنصر إن شاء الله جاي. لأن من يكونوا رجال ونساء كيما هكا واقفين ما يكون إلا النصر إن شاء الله، وربي راه جايبها لنا بلطف. واعتقد ان المفاجاه كانت لنا كل للعالم باسره في البدايه، مرض ماهوش معروف سريع الانتشار وفاجأ اكبر دول في هذا العالم. لما نشوف المجهودات اللي بدلينها الاساتذه نتاعنا الاطباء والشبه الطبي نتاعنا، نقدر نقول باللي رانا مسيطرين على الوضع ان شاء الله. يكون هذا هو الراي نتاعكم، راكم ديروا اكثر من المجهود نتاعكم. الدواء، هذه الجرعه الشافيه التي تبقي جدوه الحياه مشتعله، كان لها نصيب من زياره رئيس الجمهوريه. في الصيدليه المركزيه للمستشفيات رفع الرئيس من اجل ان يصل الدواء ومختلف المعدات الطبيه ووسائل الحمايه من الفيروس الى كل شبر من التراب الوطني، خصوصا المناطق المعزولة والجنوب الكبير. لازم هادو يوصل كل شبر من التراب الوطني. صح ما فيش إصابات كبيرة في الجنوب، ولكن الوقاية خير من العلاج. ما يحسوش بروحهم معزولين بالنسبة لباقي الوطن. إذا كان اقتضت الظروف خبرونا، خبروا السيد وزير الصحة وزير المنتدب لصناعة الصيدلانية، احنا قادرين نجهزوا طائرات صغار ببرون دي فوكار ويفي لا نافيت، يحط في ليزي، يحط في طمر راست، من بعد يمشي يحط في تيمياوين تين زواطين ويواصل معها حتى لتندوف اضرار الى اخره. لم تمر التوجيهات مر الكرام، ولقيت اذانا صاغية
لدى ممارسي المهنة. نشكر سيادة الرئيس، سيادة رئيس الجمهورية على إعادة تصنيف توزيع الأدوية على حسب المناطق النائية، وهو مشكور كذلك على توفير النقل الجوي بالنسبة للجنوب. نشكر السيد الرئيس الجمهورية بالنسبة للمواد الصيدلانية الذي قرر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وأيضا بتنقلات المرضى من الجنوب إلى الشمال عن طريق الجو. وإن شاء الله نتمنى المنظومة الصحية تكون في أحسن الأمور. مجهودات الثانية الله يديرها الجنوب، من بينها أنه يوفر لهم الأدوية وكلش، هذا الشيء فرحنا ونتمنى يتواصلوا مجهودات أكثر. زيارة العمل الرئاسية بعدها تواصلت وشملت مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ليستمع السيد الرئيس لعرض تقني تفصيلي لقاعدة بيانات افتراضية تسهل من عملية التنظيم ورقمنة القطاع، قبل أن يجتمع رئيس الجمهورية بأعضاء لجنة رصد ومتابعة وباء الكورونا. هنا وأمام هذه الهيئة العلمية الموقرة تجسدت معالم واقع صحي جزائري جديد وملامح منظومة صحية للمستقبل من رحم كل هذه الجهود. لم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة لينحني بخشوع أمام أرواح من قضوا في هذه الجائحة من أطباء وممرضين وعمال وغيرهم والذين اعتبرهم من الشهداء. بعدها توالت القرارات المصيرية الواحدة تلو الأخرى. أعلن رئيس الجمهورية عن ميلاد الوكالة الوطنية للأمن الصحي كنوات تفكير أساسية للتغيير في القطاع. قال إن الجزائر عليها أن تنتج دواءها، وقرر الرئيس إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين مع تحفيزات لممارسة المهنة بولايات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذين واجهوا الوباء مدة شهرين. قبل كل شيء نترحم على كل من توفاوا في هذا الظرف الصعب اللي تعيشه البلاد من الوباء، مواطنين، ممرضين، أطباء، بدون ما ننسى سائق سيارة الإسعاف. نتمنى إن شاء الله باش تكون هذا آخر البلاء، ولكن الأعمار بيد الله. أنا مستعد بالنسبة للسلك الطبي والشبه الطبي باش نمشي إلى أبعد ما تسمح به الإمكانيات المالية تاعنا والقوانين تاعنا. أنا عندي كل شهرين تقضيها الممرضة ولا الممرض ولا الطبيب في محاربة كورونا تساوي سنة بالنسبة للتقاعد. سي اون ديسيزيون جو بروندر. تو سو كي فال انفستير دون لا سونتي مرحبا بهم. فاسيليتاسيون اكستريم. بالنسبة لي جون ميدسان لي ديبيتون هادي، جي ديسيدي اني قلتها لهم قبيلة ان شاء الله عن قريب جدا، جو في انولي لو سيرفيس سيفيل. والشاب هذا اللي من الكور ولا من وهران ولا من كذا يبغي يمشي لاقصى الجنوب، الى الدروا دوبل سالير با بروبليم، الى الدروا دوبل سالير، يعني محفز اللي يخليه يمشي هو فولونتيرمون للجنوب يخدم مرتاح. القرارات تركت وقعا ايجابيا، وهذا ما استجليناه من اراء بخصوصها. هذه حاجه راح تكون تحفز اغلب الاطباء خاصه الشباب، لانه يروح ماذا به وراء خدام يقول لك انا جو بريفير دو ترافاي افيك ان سالير بلوز الفي، كيما راهم كامل القطاعات اللي يهبطوا يخدموا في الصحراء، سواء سوناتراك سواء لافياسيون ولا اي حاجه، لانه تحفيز هذا تاع لو سالير تاع الاجر تحفيز راح يخلي الشباب يهبطوا ان شاء الله للصحراء. ثمن قرار السيد رئيس الجمهوريه على هذا الانيشيتيف اللي دارها في واخذ النظر للطاقم الطبي وجميع عمال المستشفيات بالجزائر. فيما يخص التحفيزات الاخيره اللي اعلن عليها رئيس الجمهوريه، هذه التحفيزات اللي تخص سلم الاجور
واللي تخص السيرفيس سيفيل، هادو يدل على ان الدوله راهي متكفله بالمنظومه الصحيه وتعطي تشجيع صدي تحفيز وتشجيع للاطباء باش يبذلوا جهد اكبر. خطاب الرئيس يعني الحقيقه جا في وقته ولقات ارتياح كبير من طرف مستخدمي القطاع اللي راهم يعني هم الجنود وفي الجدار الصد نتاع هذا الوباء خصوصا. كذلك يعني ارتياح لانه القطاع هذا والمستخدمين هذو يعني عانوا من تهميش والظروف السيئه اللي يخدموا فيها، لذلك يعني نثمنوا هذا الخطاب ونشكر الرئيس يعني نشكره صراحه على المجهودات اللي راه تبذل والنيه الحسنه اللي لاحظناها منذ توليه الرئاسه الى يومنا هذا. سارت الجزائر برؤيه استراتيجيه واضحه في قطاع الصحه الذي كان لسنوات تحت رحمه الانعاش. صحيح إن لبعض الجراثيم والميكروبات قدرة تقوية وتحصين المناعة، وإن لمنها أيضا ما يولد إشراقة جديدة كاملة من رحم المواجهة.